السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم على الأمة الإسلامية أجمعين. سهرة خاصة من ملعب مختار التتش من مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع مدير الكورة بالنادي الأهلي هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، علشان نتكلم معاه على أمور كتيرة جدا خاصة بالنادي الأهلي والأزمات اللي أثيرت في الفترة الأخيرة. أستاذ حضرتك عمر، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل طيب. حضرتك صحه وسلامه. طبعا كابتن سيد، يعني اللي عايز اعرف من حضرتك اسباب الازمه الاخيره اللي تم اثارتها بشكل كبير زي ما حضرتك متابع اكيد. احنا مش متابع، انت متعايش يعني. هي القصه باختصار يا عمر، يمكن الفتره اللي فاتت دي كان في شويه اشياء من بدايه الموسم لحد دلوقتي، كان في اتفاق يعني على كل الانديه وعلى الاتحاد المصري بشكل خاص، هو المؤسس او المنوط بجدول اللقاءات او جدول المباريات او المشاركات الافريقيه والعربيه والمحليه، وتم الاتفاق ان ده موسم استثنائي على الجميع ان هو يتحمله وعلى الجميع ان هو يعني يتجاوب معاه. لكن مع مرور الوقت اكتشفنا ان الموسم الاستثنائي ده على الاهلي بس، يعني الموسم الاستثنائي اللي الكل تقبل الفكره على فكره وقال ان هو ما فيش مشكله خالص لو الامر فيه ضغطة مباريات او ان انت تعدي مواقف معينه مثلا على اساس ان في مشاركات افريقيه او في بطوله افريقيه بتتعمل في مصر هنا، يا رب ان شاء الرحمن او كلنا متاكدين انها هتبقى ناجحه باذن الله ويتوج بها المنتخب المصري بالنجاح والفوز باللقب باذن الله تعالى. لكن مع استعراض الامر ومع يعني الذاكره اللي عندك والمباريات اللي انت شاركت فيها وضغطة المباريات اللي انت لعبتها، اكتشفت ان الموسم كان عليك انت بس مش على اي حد تاني خالص يعني، وان الجدول فعلا كان موجود بعدد مباريات مضغوطه لبعض الانديه وخصوصا اللي هي مشاركه في البطولات الافريقيه ومنها الاهلي، لكن تم تفعيله على الاهلي بس وعلى المشاركين في افريقيا كجزء تاني او مشارك معاك في البطولات الافريقيه ما تمش تفعيله كده. والناس اللي بتردد ان الاهلي يعني شارك في البطوله الافريقيه مرتين السنه دي او البطوله الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي كانت مرتين، المعلومه دي ناقصه شويه يعني، هم بيقولوها بس عشان يبقى فيها اداه لزي الاهلي الضغط، لكن الاهلي كان بيستكمل البطوله الافريقيه بتاعت السنه اللي فاتت على فكره يعني، الناس بس هي اللي مش واخده بالها من النقطه دي. الاهلي بيستكمل مباراه افريقيا اللي بدات السنه اللي فاتت لو تتذكر يعني، لحد يوم 16/5 او 16 مايو السنه اللي فاتت كان الاهلي بيلعب في البطوله الافريقيه في دور ال 16 مع كامبالا سيتي هناك في اوغندا لو تتذكر طبعا. وبعدين حصل ان بعد عن المشاركات الافريقيه والبطوله الافريقيه لحد يوم 17/7 لعب الاهلي مع تاونشيب اللي هو بطل بتسوانا، وبعدين 27/7 لعب الاهلي مع تاونشيب المباراه الثانيه للعوده، ودي المباراه الرابعه في دوري المجموعات بتاعت الموسم اللي فات تمام. والموسم المحلي لم يبدا حتى هذا التاريخ، لم يبدا الموسم المحلي، بدا 31/7 لو تتذكر يعني، بعد مباراه تاونشيب باربع ايام او خمس ايام، والاهلي شارك مع الاسماعيلي في نفس اليوم ده اللي هو 31 يعني، شارك قبلها باربع ايام في المسابقه بتاعت افريقيا، وبدا الموسم مع نادي الاسماعيلي في مباراه استاد السلام اللي انتهت 1-1 لو تتذكر يعني. طبعا. اذا انت لعبت ست مباريات في البطوله الماضيه قبل ما تبدا الموسم اللي انت فيه ده تمام. ولو استعرضنا شويه بالمباريات وبالارقام هتلاقي ان الاهلي والزمالك اللي هو المنافس التقليدي المنافس مع النادي الاهلي لحد دلوقتي في البطوله اللي احنا فيها ديت لعب نفس العدد سبحان الله، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني عايز يقول لنا هي بالظبط بالمباراه. لو استعرضت هتلاقي نفسك ست مباريات بعد كده، مباراتين في دوري المجموعات كملناهم اللي هو الترجي وكان كامبالا هنا في القاهره 17 اغسطس و28 اغسطس ده السنه اللي فاتت، وبعد كده رحنا لدور الثمانيه مباراه حوريه الغيني مباراتين، وبعدين وفاء الصيف مباراتين، وبعدين الترجي مباراتين، يبقى كده 8 من المسابقه الماضيه مظبوط تمام. وبعد كده لعبنا في دور ال 16 مع جيما الاثيوبي مباراتين هنا بقى 10 اهو في المشاركات الافريقيه في البطولتين اوكي، وبعدين 6 في دوري المجموعات يبقى انت بتتكلم في 16 مباراه، وبعدين سان داونز مباراتين يبقى كام؟ 18 مباراه تمام. والبطوله العربيه خدت منا اربع ماتشات، مباراتين مع النجم اللبناني ومباراتين مع الوصل، وقلنا 18 هناك في المباراه يبقى كام؟ يبقى انت 22 ومباراه مع الترسانه في كاس مصر ادي 23، كل ده خلاف البطوله المحليه اللي هي الدوري، يبقى انت عدد مشاركاتك ومبارياتك اللي بره الدوري وصلوا ل 23 مظبوط؟ ما يقولكش بقى دول بطولتين افريقيتين، هي مباراه بطوله بتستكمل من السنه اللي فاتت وبطوله جديده انت خرجت من دور الثمانيه، فاذا عدد المباريات اللي انت وصلت لها 23 مظبوط؟ تمام كده 23. بص للمنافس اللي بتاعك اللي هو نادي الزمالك،
ما كملش في البطوله بتاعه السنه اللي فاتت، لكن بطوله السنه دي ربنا موفقه فيها ووصل للنهائي. تمام، شارك في قد ايه بقى؟ شارك مع قطن التشادي لو تتذكر في دوري ال 16، ما لعبش دور ال 32، هو لعب دور ال 16 مظبوط؟ مظبوط، مباراتين، وبعدين لعب ملحق البطوله الافريقيه. تمام، لان اللي بيخرج من البطوله الافريقيه بيروح للكونفدراليه. تمام، مباراتين، يبقى انت بتتكلم في كام؟ ادي اربعه. تمام، وسته في دوري المجموعات 10، واثنين دور 8 12، واثنين دور قبل نهائي 14، واثنين دور نهائي 16 مظبوط كده؟ وخد اربع مباريات في البطوله العربيه لانه خرج من نفس الدور بتاعنا، يبقى 20 مظبوط كده؟ تمام، ادي 20، ولعب مباراتين في الكاس، هو سابقني بمباراه صح، يبقى 22، ولعب مباراه السوبر السعودي مع الهلال، يبقى كام؟ 23. انا لعبت 23 غير البطوله المحليه، وهو لعب 23 غير البطوله المحليه، مظبوط؟ تمام يا كابتن. انا بقى سبقته، يعني عديته في المباريات المحليه. تمام، عشان ايه؟ عشان الاتحاد ضغطني في سبع مباريات او سبع فترات، تمام، فيها كل 72 ساعه مباراه. اوكي، ضغطني كده. وكل ما تيجي تتكلم معايا يقول لك ده موسم استثنائي، يا عم انا عندي مباراه، يقول لك كلم الاتحاد الافريقي ده موسم استثنائي، يا عم طب اديني ده انا ممكن السفر، يبقى مش عارف، يقول لك ده موسم استثنائي. تمام، على الجدول، على فكره الناس كلها رايحه للجنه المسابقات، بتتكلم في لجنه المسابقات. لجنه المسابقات كانت حاطه ثلاث مباريات للزمالك، ثلاث مباريات، مباراه يوم 14 مارس مع المقاولين العرب، وكان عندهم هم مع نصر حسين ضاي مباراه يوم 17 تم تأجيلها. تمام، لو تتذكر طبعا. وكان في مباراة يوم واحد في الجدول مع الانتاج الحربي يوم 1 مايو تم تأجيلها، وكان في مباراة يوم 15 مايو مع الانتاج الحربي تم تأجيلها. تمام، لجنة المسابقات كانت حاطة الثلاثة دول، لكن الاتحاد المصري هو اللي أجل الثلاثة دول. تمام، الاتحاد المصري أجل الثلاثة دول، ما تعرفش ليه. هو بيقول لك لما تيجي تكلمه يقول لك أنت لما وصعدت للنهائيات قبل كده كان بيتأجل لك مباراة. يا سيدي، طب ما أنت قلت ده موسم استثنائي. تمام، يقول لك معلش ما هو بقى مبدا زي ما حصل معاكم يحصل مع غيركم. طب لو هو مبدا، لو هو مبدا، عندي سؤالين مهمين جدا. السؤال الاول، لو هو مبدا اللي بيوصل للدور قبل النهائي بيتم تاجيله، او اللي بيوصل للدور النهائي بيتم تاجيله، طب ليه انت طلبت من نادي الزمالك جواب رسمي؟ تمام، ان هو عشان تاجل له مباراه 1 مايو يلعب 15 مايو. لو ده المبدا ده موجود، ما انت عارف ان هو لو وصل للنهائي خلاص كده كده مش هيلعب بقى. لو ده المبدا موجود، ليه طلبت جواب رسمي ممضي من مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يلعب 15 مايو؟ ليه طلبت كده؟ ليه؟ عشان انت كنت عايز تنهي الجدول، او عايز توصل بعدد المباريات اللي لعبها الاهلي المضغوطه اللي لعبها الاهلي عشان تبقى فير، اللي هي حطها او محطوطه في الجدول. السؤال الثاني، طب لو ده خاص بالدور قبل النهائي والنهائي، ليه اجلت مباراه المقاولين في دور 16؟ ما كان في دور 16. تمام، لكن كان الظروف ساعتها ان الزمالك لازم يحقق نتيجه ايجابيه هناك. طبعا مظبوط. فاذا انت اللي اخليت بالمنظومه، لو الثلاث مباريات دول اتلعبوا يا عمر، لو الثلاث مباريات دول اتلعبوا الزمالك كان هيبقى فاضل له كام ماتش؟ الزمالك دلوقتي فاضل له خمسه. لو الثلاثه دول اتلعبوا في وقتهم يبقى الزمالك فاضل له كام ماتش؟ طيب هيبقى فاضل له ثلاثه، لان هو المقاولين اتلعبت. تمام، كان هيبقى فاضل له ثلاثه بس، ثلاثه غير خمسه. تمام، اذا انت اللي ضغطت، او انت اللي ضغطت الاهلي بحجه ان ده موسم استثنائي، ما عملتش مع الاهلي، ما عملتش اي حاجه غير مع الاهلي. تمام، وزي ما قلت لك لما استعرضنا الموضوع وفكرنا في الموضوع بشكل كويس قوي، ما لقيتش ان مفيش حد اتضر خالص من السنه دي غير الاهلي بالموسم المضغوط. انت عايز ترحل السنه الجايه كمان عشان تقول لي ده موسم مضغوط كمان السنه الجايه؟ يعني انا السنه دي بكل ما حدث فيها وبكل ازماتها وبكل المواقف اللي حصلت فيها، تمام، عايز تكرره معايا السنه الجايه؟ انا عايز يا كابتن، قبل ما نروح يا كابتن للسنه الجايه والاضرار، انا عايز اقول لحضرتك لو الاهلي كان وصل للنهائي، وده الكلام اللي كان بيتقال او بيقال، الاهلي وصل للمباراه النهائيه كان هيتصرف ازاي مع المباريات المؤجله؟ في نفس الوقت الفريق التونسي وصل فعلا للمباراه النهائيه، والاتحاد التونسي قرر ان هو يسند لي اخر خمس مواجهات قبل بدايه امم افريقيا، منهم ثلاث مواجهات هتكون في ساعه الفطار او قبل ساعه الفطار الساعه 3، علشان حضرتك عارف ان الملاعب التونسيه ما فيش فيها اضواء. كلام جميل، كلام جميل. لا، ما عندهم رادس، بس هم عشان يحققوا التكافؤ، ما عندهم رادس في اضواء بالظبط، بس هم عشان يحققوا التكافؤ، الفرص اللي هو بيتكلموا عليه. تمام، او اللي بيتكلم كلمه وخلاص، بس او كلامه خلاص ان هي في تكافؤ فرص. لكن الاتحاد المصري يعني عامل حاجه غريبه جدا. الاتحاد المصري جاله جواب من الاتحاد الافريقي يوم 24 ابريل لحد دلوقتي. انت عارف عشان انا اراسل الاتحاد الافريقي لازم ابعت الجواب، جواب للاتحاد المصري، وبدوره الاتحاد المصري
يبعت الجواب للاتحاد الافريقي، ولما يجي لي حاجه من الاتحاد الافريقي تجي لي عن طريق الاتحاد المصري وبدوره الاتحاد المصري يقوم جايبها على الاتحاد على النادي الاهلي. اوكي، جاله جواب من الاتحاد الافريقي يوم 24 ابريل. تمام، يوم 24 ابريل بيدوا له تعليمات القيد بتاعه السنه الجايه. تمام، انت عارف ان الجواب ده ما جاليش لحد دلوقتي، ما جاش للنادي الاهلي خالص. ليه ما جاش للنادي الاهلي خالص؟ لانه بيفرض على الاتحاد المصري ان تعليمات القيد تنتهي 31/7. تمام، 31/7 القيد الاولي صحيح، بس هو اللي بيرغمك ان انت تدي يعني اقل حاجه تأيد 23، اقل حاجه. في قيد تاني اللي هو تكميلي هيبقى بعد شهر، بعد اتنين، في شهر واحد، الله اعلم هيعملوه ازاي، بس ده اللي فيه 7. يعني ايه اذا انت عايز تخد تجبرني او تجبر اي نادي مشارك في افريقيا السنه الجايه انه يخوض الادوار الاولى في البطوله او القايمه ب 23 من بتوع السنه اللي فاتت. انت فاهمني؟ يعني من بتوع السنه اللي فاتت موجودين. طب لو انت بتعمل صفقات جديده او عايز تجيب لعيبه، او حتى لو عايز يبقى في عدد من اللعيبه مش موجود معاك في افريقيا مثلا ولا حاجه، هتعملها ازاي؟ هتكمل ازاي الدنيا دي؟ هتعمل ازاي؟ فانت اذا عايز تخلي الموسم اللي جاي كمان بالنسبه لك استثنائي. هو مش هيبقى بالنسبه لك استثنائي لان انت هتحط جدول هيبقى مساحه وقت موجوده معاك، لكن بالنسبه للانديه او بالنسبه لنا احنا تحديدا يعني هيبقى موسم صعب جدا، هيبقى موسم صعب جدا جدا. الاتحاد التونسي والاتحاد المغربي راعوا مشاركات الانديه الافريقيه اللي عندهم، عشان كده اصروا ان البطوله بتاعتهم المحليه تنتهي قبل كاس الامم الافريقيه، وخدوا موافقه المنتخب وخدوا موافقه الاجهزه الفنيه اللي عندهم. زي ما باكد بس ان لما تقال ان الموسم ده صعب جدا، لما تيجي تعدي تتذكر هتلاقي كان صعب على الاهلي، بس صعب في كل حاجه على الاهلي، صعب في كل حاجه، في ضغط المباريات، في حتى المباريات كان المعتاد ان انت في وسط المباريات الافريقيه ما بتلعبش في وسط المباريات الافريقيه. لو فاضل اسبوع ما بين المباراه والمباراه ما بتلعبش، لو فاضل 10 ايام ما بين المباراه او فاصل 10 ايام ما بين المباراه والمباراه ما بتلعبش. احنا بقى لعبنا قدام مع ما بين مباراه جيما اللي هي بطل اثيوبيا في مباراه تطلعك بره البطوله او تكمل البطوله. لعبنا يوم 14 ديسمبر في برج العرب، ولعبنا 17 ديسمبر مع النجوم، يعني لعبنا مباراه في وسط البطوله الافريقيه اللي كان بينهم من بعد اسبوع. تمام، وبعد كده صحيح اتاجلت يومين بعد كده غصب عننا، بس كنا لعبنا الثلاث ايام اصلا، يعني كنا لعبنا اساسا. اوكي، ولعبنا وسط مباراه سيمبا يوم 2 فبراير، ومباراه سيمبا يوم 12، لعبنا مع ام بي يوم 5، ولعبنا مع حرس حدود يوم 8، ولعبنا وسط مباراه سان داونز اللي كانت يوم 13 او يوم 6، والمباراه الثانيه كانت يوم 13، لعبنا مع مصر المقاصه يوم 10. يعني لعبنا اربع مباريات وسط المباريات الافريقيه اللي المعتاد ان انت ما كنتش بتلعبها خالص، عشان ده بحجه ان ده موسم استثنائي. طيب المشاركه الاخرى اللي هو نادي الزمالك مثلا لعب مباراه واحده بس وسط المباريات الافريقيه بتاعته كلها اللي خاضها، لعب مباراه واحده بس اللي هي مباراه المصري ما بين مباراتين حسنيه اغادير اللي كانت في المغرب يوم 14، والمباراه الثانيه تقريبا كانت يوم 21 حاجه كده يعني. تمام، لعب مباراه في مصر. اذا انا شاركت اربع مباريات مشاركات في وسط المباريات الافريقيه، والفرقه المنافسه بتاعتي لعبت مباراه واحده بس. انت لما هتعدي ان ده موسم استثنائي، هو كان كلام بيتقال في الاعلام، بس اللي نفذه فعلا هو الاهلي، غيره ما نفذوش خالص. طيب الموسم الاستثنائي، الموسم الاستثنائي يا كابتن سيد، بما ان احنا وقفنا عندها، اضرار الموسم الاستثنائي اللي لو تم استكماله بعد امم افريقيا، حضرتك كنت بتتكلم وبتقول ان هو ده الموسم الاستثنائي فلازم كلنا نستحمله، لازم كلنا نطلعه. ايوه انا استحملته، المفروض يطلع بيه. انا استحملته. ايه الاضرار سيد اللي ممكن نلاقيها ونقابلها لو الموسم اتكمل بعد امم افريقيا؟ في اضرار فنيه جدا جدا، في اضرار تسويقيه جدا جدا جدا، في اضرار تنظيميه جدا جدا جدا. يعني ممكن نتكلم كده على اللعيبه، اضرار فنيه. تمام، ان انت وانت بتستعد للموسم بتعمل فتره اعداد مظبوطه، بتعمل تتدرج في المباريات، بتعمل معسكر مظبوط، بتبقى عارف الاجنده بشكل كويس، التدرج في الاحمال، غير لما تيجي تستكمل بطوله وبعديها باسبوع تخش في بطوله تانية اللي هي السوبر مثلا، وبعدين الكاس ما تفهمش، او الكاس الاول وبعدين السوبر ما تفهمش. دي اضرار فنيه، حساباتك مش رايحه في اتجاه واحد منتظم. ادارات يعني اضرار تنظيميه. تمام، انا مش عارف انت بتعمل المعسكر عشان ايه، يعني بتعمل معسكر عشان تكمل الموسم اللي فات، ولا بتعمل معسكر عشان الموسم اللي جاي. اوكي، طب عدد اللعيبه مش موجوده معاك بحكم ان هم مشاركتهم مع المنتخب. تمام، وربنا يوفق ان شاء الله الرحمن ويعمل بطوله هايله، وانا متاكد ان ده وان شاء الله الرحمن ناخدها باذن الله. باذن الله باذن الله. وفعل كويس انها بتتعمل في مصر، كل ما بنعملها في مصر ان شاء الله الرحمن يعني بنسبه الاكبر بنفوز بيها الحمد لله رب العالمين، فيا رب ان شاء الله الرحمن. اضرار تسويقيه ماديه، يعني انت النهارده
انت النهارده عندك لعيبه، اللعيبه ديت هتفضل موجوده معاك، ده مش احنا بس، ده كل الناس. اي نادي عايز يعمل تغييره في الجهاز، عايز يعمل تغييره في اللعيبه، عايز يعمل صفقات جديده، هيعملها ازاي؟ يعني ازاي هيعملها وانت البطوله بتاعتك هتنتهي مثلا يوم 19/7 بطوله امم افريقيا؟ لو انت فاضل لك ماتشين ولا ثلاثه اديني جدولك، يعني هتقدر تلعب بعد كاس الامم الافريقيه بثلاث ايام ولا خمس ايام؟ خمس ايام، يوم 24 دي مباراه اولى، مباراه ثانيه يوم كام؟ 28، مباراه ثانيه الثالثه الاخيره مثلا اللي هي الاهلي والزمالك مثلا يوم 31 ولا يوم 1؟ يعني انت بتشارك معاك لعيبه بتاعه السنه اللي فاتت، والقيد الافريقي هيقفل امبارح مثلا، تمام؟ يعني انت هتلعب النهارده صح، والقيد الافريقي قفل امبارح. طب الصفقات الجديده يعني انهي عقل يستوعب ان يبقى فيه لعيبه بصفقات جديده وانت بتنهي موسم بكره وفي لعيبه ممكن تمشي؟ انا بتكلم عامه في كل الناس مش في الاهلي بس، وفي لعيبه هتبقى موجوده في الملعب ولعيبه جديده، الاجواء ايه؟ التفكير يبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل ازاي؟ تمام؟ اتنين، انت ليه بتخبي عندي الجواب بتاع الاتحاد الافريقي؟ ليه بتخبيه؟ ليه يعني ما بتبعتوش على الانديه المشاركه في افريقيا لان هي بيجي لك يوم 24/4 تمام؟ وانت بتعرفه من الاتحاد الافريقي ولا حاجه بتعليمات القيد ليه؟ وبعدين يقول لك انا هحل لك موضوع القيد ما تقلقش، همدي لك القيد، ما انت هتمدهولي فعلا. انت هتمدهولي صحيح، بس انت لما هتمدهولي هتفتح تي ام اس ازاي طيب؟ يعني انا لو عايز اجيب لعيب من بره اجيبه ازاي؟ هيقول لك اجيبه لك بس ما تلعبوش محلي، تلعبه تمام بعد ما البطوله تنتهي. طب انت هتفتحه محلي تمام، انت هتفتحه محلي عشان انا ايده افريقيا، تمام؟ عشان انا ايده افريقيا. طب واقع النفسي في لعيبه بتلعب لحد دلوقتي ماشي في مباريات ختام بطوله وتحسم بطوله وهي مش موجوده في افريقيا مثلا، لان انت هتبقى اعلنت صح، الواقع النفسي هيبقى عامل ازاي؟ انت بتدي عدم تنظيم نهائي في كل حاجه فنيه اداريه تسويقيه ماديا كمان. تعليمات القيد ايه اللي جايه؟ ما تعرفهاش. يعني في 97 ولا ما فيش؟ 25 لاعب ولا 30؟ طب في لعيبه سوريه ولا ما فيش؟ طب كام لعيب اجنبي؟ ما تعرفش. فجاه وبدون اي ترتيبات ولا استعداد ولا حاجه تبقى في لعيبه بالملايين بتلعب عندك وانت شاريها بالملايين، تقول لهم تعليمات القيد قالت 25 واحنا 30، يبقى بالتالي هعمل ايه؟ هتمشي خمسه، الخمسه دول لو انت بتتكلم في ارقام ماليه بقى 10 15 20 30 مليون جنيه، يعني انت بتتكلم في 100 150 مليون جنيه، انت مهدره كده عادي جدا عشان الناس يعني ايه مش مشكله بقى، يعني اهو موسم عدى بكل حاجه بحلو وبمره. يعني اعتقد ان الامور دي كلها من مصلحه مش الاهلي، مصلحه الكره المصريه. انت تضغط نفسك 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام عشان الناس تبدا صح. احنا استحملنا اكتر نادي استحمل في مصر بالارقام اللي انا قلتها لك على فكره طبعاً. وهو كان موسم استثنائي على الاهلي فقط على الاهلي فقط. هو موسم استثنائي يعني ايه اصلا؟ الطبيعي جدا، الطبيعي في كل المواسم اللي لعبناها قبل كده ان احنا بنخلص شهر 6 شهر 7 مظبوط؟ اذا على بقيه الانديه ما كانش موسم استثنائي ولا حاجه، بالعكس ده هو خلص في شهر 6 ولا حاجه وهينتهي الامر، ماتشاته كلها خلصت والحياه انتهت بالنسبه له ولا حاجه، لا اتضغط في حاجه ولا لعب كل 72 ساعه ولا حاجه، ولا لعب ما بين المباريات الافريقيه ولا حاجه. يعني الاسماعيلي لعب ما بين المباريات الافريقيه؟ لا. المصري لعب ما بين المباريات الافريقيه ما بين المباراه والثانيه، لعب واحده في النص؟ لا. الزمالك لعب مره، انا لعبت اربعه، انا اتضغطت سبعه، تمام؟ اذا انت بقيت استثنائي على الاهلي فقط، كان استثنائي موسم استثنائي على الاهلي فقط. كابتن سيد يعني احنا لو بنتكلم على الاهلي، لو هنتكلم على الانديه الثانيه اللي عندها ممكن يكون لعيبه بتخلص عقدهم 30/6 هيعملوا ايه؟ والاتحاد المصري ممكن يتعامل ازاي معاهم؟ وهتبقى مشكله ان ممكن يكون لاعب او اثنين لعيبه مؤثره في احد الفرق الموجوده في الدوري الممتاز. دي برضه كابتن هتكون مشكله واحد الاضرار اللي ممكن تواجه الانديه. ما انت معظم الانديه لو قعدت مع نفسها دقيقتين ثلاثه هتقول لا انا عايز اخلص قبل كاس الامم الافريقيه، تمام؟ كمبدا في الحاجات اللي انت بتقولها من الاضرار ديت، الاضرار الماديه او التسويقيه زي ما انت ذكرت، لكن كمان حتى في الاضرار الفنيه. يعني في الاضرار الفنيه مبدا الف، يعني الاسبوع الاخير تمام، وانا حتى يعني بس مش بستعجب او بستغرب ولا حاجه، يعني من شهرين اتنين بس احنا لعبنا قدام الزمالك مباراه الدور الاول مظبوط، كان نادي الزمالك بيطالب ان هو ما يلعبش مباراته دي اللي هي في الدور الاول قبل انا ما اخلص مؤجلاتي مظبوط تمام. النهارده بيطلب من الاهلي والاتحاد، بيطلب من الاهلي ان انا ممكن العب مباراه المقاولين، يعني انا بنافس الفرق بيني وما بين نادي الزمالك نقطه ليا او نقطه عليا تمام، فرق نقطه، واخلص كل مبارياتي وهو فاضل له اربعه في الوقت اللي هو رفض فيه الدور الاول يلعب مباراه اللي في الدور الاول، يلعب المباراه اللي في الدور الاول الا لما اخلص مؤجلاتي. لا، وبيطلب منك دلوقتي ان انت تلعب مباراه المقاولين كمان، يعني تلعب مباراه المقاولين.
إذن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي ما كانتش بص بس للنادي الأهلي ومصلحة النادي الأهلي صح. تمام؟ لا أنت وديتني في السنة الأولى من أول السنة لحد آخرها إن ده موسم استثنائي وأنا مراعاة للظروف ومراعاة لكل الأجواء اللي خاصة بالدوري وتنظيمه واستكمالته واستكمال الدوري رعيتها أوكي؟ لكن لما جينا لآخر الموسم في الوقت اللي أنا كنت مشارك فيه أفريقيا بعدد أكبر من المباراة ضغطني في الوقت اللي الآخر عدد بدأ يشارك في عدد مباراة أفريقيا ما ضغطوش ده أنت بتريحه ده أنت بتريحه خالص يعني فإذا الموسم ده كان بالنسبة لي أنا بس الاستثنائي الجزء في قرارات النادي الأهلي مش خاصة بس على النادي الأهلي والتنظيم بتاعه على الأندية كلها الأندية اللي عايزة تجيب لعيبة أو الأندية اللي عايزة تجيب جهاز أو الأندية اللي عايزة تجيب صفقات أو اللي عايزة تمشي لعيبة تسويق اللعيبة اللي عندها ماديات ماديات وموارد بالنسبة لها يعني تفقدها له ليه اتنين يعني عدد المؤجلات اللي موجودة أو عدد يعني تقديم مباريات مش منوط بيها في الأسبوع 34 اللي هو بيتختم به الموسم مثلا تمام ده مش فير خالص وإزاي أنت كاتحاد تبص للأندية المصارعة على الهبوط وما بتبصش للأندية اللي بتصارع على القمة يعني ازاي تبقى عايز تعمل مبدأ تكافؤ الفرص ان في مباريات تبقى تنتهي بعينها في وقتها معين عشان الدوافع تبقى واحدة في كل الفرق الله طب انت بالنسبة لي برضو كده في فرق لو وصلت لرقم معين من النقاط خلاص الدوافع بالنسبة لها راحت صح. هتقول لي طب ما انت المفروض ان انت نادي بطل وبتلعب على طول قلت بتلعب على الفوز على طول اقول لك اه صح صح بس في فرق شاسع بين ان انت تلعب مباراة في وسط الموسم وتلعب مباراة بالظروف اللي احنا فيها وانا خلاص ضمنت البقاء او الهبوط في فرق شاسع ما بين الاثنين في فرق شاسع ما بين الدوافع لما تيجي تمثل مثلا يعني تدي مثال هتلاقي ان الاتحاد الانجليزي مثلا تمام ما تقلوش هناك يعني يعملوا مع ليفربول اللي كنتوا بتعملوه مع مانشستر سيتي واعملوا نفس واعتبروا ان مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي وصل النهائي يا اخي كنت هتعملوا معاه ايه ليفربول لعب يوم 1 مايو قدام برشلونه وخسر 3 تمام بعد كده في اسبانيا وبعدين لعب مع نيوكاسل يوم كام يوم 4 صح تمام المباراه اللي قبل الختاميه مع انه خلي بالك ده هو قاعد مريح دلوقتي كان ممكن بقى يطلع يقول لهم انتوا مش انجليز ومش وطنيين وانتوا ما بيهمكوش حد واحنا بعد كده احنا ورانا ايه لا عندهم كاس امم اوروبيه ولا عندهم سوبر ولا عندهم افريقيا ولا عندهم كاس ولا عندهم حاجه ولا عندهم اي حاجه ومريحين يعني ليفربول بيعمل ايه دلوقتي غير ان هو مستني المباراه بتاعه توتنهام في اسبانيا ومفيش اي مشكله خالص يعني ما طلعش الراجل عندهم يعني مسؤولين هناك يقول لهم لا انتوا مش وطنيين وانا هوريكم وانا هكلم ما اعرفش مفيش الكلام ده خالص مظبوط ولعب يوم واحد عشان الجدول محترمين الجدول ومحترمين نادي تاني تمام اتعرض لنفس الظروف اللي هي مانشستر سيتي لعب يوم واحد ولعب يوم 4 ولعب مع برشلونه يوم كام بعديها يوم 7 كابتن على طول يوم 7 يعني في 6 ايام خاض الاربع الثلاث مباريات دول فاذا ده نادي بيراعي مصلحه الكره بشكل عام مين يوصل مين ما يوصلش مفيش مشكله هتقول لي السنه اللي فاتت نفس السؤال يعني السنه اللي فاتت ما انت يا ابني يعني كنت رايح الدور قبل النهائي تمام واجلت لك مباريات اولا الجدول ما كانش فيه مباريات اصلا تمام اثنين انت ما قلتش ان ده موسم استثنائي طب لو انت عمال تاجل كده بالشكل ده لما كنت اجلت لي مباراه الاتحاد السكندري قبل مباراه سان داونز يعني انا مش عايز اقول مباراه سان داونز يعني كان سببها الاتحاد السكندري لكن لو هنفترض انها سبب من الاسباب ان كان فيها اجهاد ولا حاجه يعني انا بعترف فيها زي ما بعترف ان مباراه الاسماعيلي كنا وحشين جدا ما كناش كويسين فيعني المباراه انتهت بحلوها وبمرها لا بتعلق شماعه بقى على حكم ولا حاجه انت كنت وحش اوكي لكن انا شاركت يوم 30 مع الزمالك وشاركت يوم 2 يعني بعدها ب 48 ساعه مع الاتحاد وخدت طياره خاصه لبورتوريا على طول عشان سان داونز جنوب افريقيا على طول طب ما دي كانت سبب من الاسباب ليه ما اجلتليش الماتش ده ليه قلت لي لا حاول تتكلم مع الاتحاد الافريقي كان المباراه يوم 5 على فكره ان المباراه تطرحها ليوم 6 تمام فاذا زي ما قلت لك هي حاجات كتير قوي الاهلي كمان عشان يعني حتى في قراراته قال لك لا العب المؤجلات والعب بمباراه المؤجلات في الكاس كمان ما عنديش مشكله يعني العب كل المؤجلات تمام طب لو الاتحاد كابتن طالب النادي الاهلي ان هو يشارك ويلعب مباراه المقاولين ايوه ما انت هتلعب والاهلي بيطالب ان هو يلعب مباراه المقاولين هو الاهلي بيطالب ايه بنتكلم على مبدا تكافؤ الفرص كلها. اللي احنا بنتكلم فيه انا بقول لك اهو العب المؤجلات كلها والعب مباراه المقاولين والعب مؤجلات الكاس تمام. والعب كل حاجه تمام. مصلحه للكره المصريه مش للنادي الاهلي كمان مباراه الكاس يا كابتن عشان اوضح انت تلعب وانا بقول لك ما بلعبش مباراه المقاولين انت بتتكلم على ميعادها بقى بالظبط يا كابتن ميعادها ده اللي مش تكافؤ فرص خالص انت يعني في فرقه لسه ما لعبتش اربع مباريات كامله ولا خلصت المباريات كلها ده هو ما بقول لك ما رضيش يلعب مباراه الاهلي اللي في الدور الاول غير لما الاهلي خلص مواجهاته اللي في الدور الاول
اللي في الدور الاول خالص تمام. فاذا يعني الموضوع ناس بتتكلم في حتت ومهم قوي التوضيح، مهم جدا جدا ان انت تبقى بتوضح الكلام ده. 2 و10 و20 لو اعتبرنا السنه دي موسم استثنائي على الاهلي، انت ما اعتبرتوش على الاخرين. هو الاخرين ايه الضغطه، ايه مشكله الاخرين في اي حاجه؟ اديني مشكله واحده ولا حاجه خالص. طب الاهلي مشاكله كذا، لعب 7 مباريات مضغوطه بسببك، لعب ما بين المباريات الافريقيه بسببك، يعني شارك في عدد كبير جدا جدا من اللقاءات وفقد نقاط باصابات من ضغطه المباراه بسببك. يعني انا كان عندي ما بين المباراه والثانيه 12 و14 لعيب مصاب. حد قال لي مثلا يعني لا ما فيش مشكله يعني ناجل لك شويه، ده انت مشارك في افريقيا. لا ده موسم استثنائي واستحملوه تمام. يعني فقدنا نقاط بعدد اللقاءات المضغوطه ديت تمام، بسبب ايه؟ بسبب ضغطه المباراه وعدد الكتير المصابين وما اتكلمناش. فاذا لما تيجي الفرصه او تيجي مش الفرصه تيجي يعني نفس الظروف اللي كان فيها الاهلي، لازم يطبق عليها نفس الظروف اللي اتعامل بيها الاتحاد مع النادي الاهلي. 2 و10 بقى ما اعتقدش ان انت هتقرب قوي او هتمس بالموسم اللي جاي كمان. يعني ما ينفعش ان انت تبوظ زي ما انت بتتكلم على الموسم ده، تبوظ الموسم اللي جاي. احنا اللي تعرض له النادي الاهلي لو مانشستر سيتي بجلاله قدره وجارديولا معاه تمام، بالحاجات اللي تعرض لها النادي الاهلي دي، بالظروف اللي تعرض لها النادي الاهلي دي، ما اعتقدش ان هو حتى كان يتكلم في مركز متقدم خالص. لان انت بتتكلم على حاجه عكس الاجواء اللي انت متعود عليها كل سنه يا عمر. طب فعلا اخيرا عايز اسال حضرتك على موضوع الكاس، وما يقال اخيرا ان الاهلي عنده مشكله في انه يخوض مباريات الكاس، لكن الكلام اللي طالع من قرارات النادي الاهلي غير كده تمام. الاهلي ما عندوش مشكله ومرحب انه يلعب مباريات الكاس لو المنافس بيلعب مبارياته اللي هو المفروض متاجلها بسبب بطولات افريقيا. يعني قرارات النادي الاهلي واضحه وقال لك انا ما عنديش مشكله خالص ان انت تلعب اي مؤجلات سواء كان دوري او كاس. يعني ما عنديش مشكله لو انا عندي مباراه في الدوري مؤجله العبها، ولا عندي مباراه في الكاس مؤجله العبها. انت بتنقذ الموسم اللي جاي على فكره. صح يا كابتن، يعني العباره ممكن تبقى مهمه جدا، انت بتحاول تنقذ الموسم اللي جاي. انت ما بتتكلمش على الموسم ده بقى خلاص بكل ما فيه ده، بكل الحاجات اللي تعرضنا لها، بكل الحاجات اللي كانت خارجيه ومقصود بها الاهلي بشكل خاص، يعني بشكل كبير جدا، وعرضته لك اهو تمام. يعني هقولها للمره المليار، ماشي. الناس كلها كانت بتقول ده موسم استثنائي في كل الاعلام، مظبوط؟ صح. الموسم الاستثنائي ده على مين؟ على الاهلي بس. المفروض طيب الموسم الاستثنائي ده يعني حاجتين يا عمر، صح تمام؟ تلعب عدد مضغوط من المباريات او تشارك في عدد كبير جدا من اللقاءات وسط المباريات الافريقيه. تمام. مين اللي اتعامل معاه كده؟ الاهلي بس. الاهلي بس، مش كل. اذا هو كان موسم استثنائي بالنسبه للاهلي تنظيميا من اتحاد الكوره تمام؟ فانا مش هسيبك تبوظ لي كمان الموسم اللي جاي. يعني مش هسيبك كمان، يعني لو بتقول لي النظام القيد عامل ازاي اللي بتاع السنه الجايه محليا، هبوظ كمان النظام القيد الافريقي السنه الجايه؟ يعني العب يوم 31/7 ولا 1/8 ولا 2/8 ولا 3/8 والبطوله الافريقيه يبقى فرض عليا ان انا اجل اسجل 23 من السنه اللي قبل اللي فاتت كمان. خلي بالك بقى، لان الموسم ده ما هو كان بطوله السنه اللي فاتت اصلا. يعني الموسم بدايه مظبوط، يعني انت 3 افريقيا دلوقتي. طب يا كابتن، بطولة الكاس شايف حضرتك ان هي ممكن يعني ان هي يتم استكمالها، ولا هيكون صعب في ظل المؤجلات والضغوطات اللي موجوده دي؟ راي حضرتك ايه؟ بطولة الكاس، انا يعني النادي الاهلي ما بيتعرضش للموضوع ده خالص. النادي الاهلي يعني البطوله اللي بيشوفها يعني بيشارك فيها ما بيتكلمش، وما بيقول لك انا ممكن العب مباراه الكاس اهو، ايه المشكله؟ لكن راي حضرتك الشخصي يا كابتن سادس، شايف ان بطوله الكاس ينفع ان احنا نزقها في الايام اللي موجوده حاليا علشان نخلصها قبل ما افريقيا؟ مؤجلات الكاس ممكن، مفيش مشكله، لكن البطوله نفسها صعب كده. البطوله نفسها هي اللي فيها يعني، لانها مرتبطه بادوار ثانيه يا عمر. كابتن سادس شكرا جزيلا، وتعبنا حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم، وان شاء الله نحتفل بقى بنهايه الموسم بفوز الاهلي بلقب دوري رقم 41 يا كابتن ان شاء الله. ان شاء الرحمن. بس اللي انا باكد عليه ان الموضوع مش مقصود بيه حاجه معينه قد ما هو حاجه يعني بتحاول ان انت تنقذ الموسم اللي جاي كمان، تنظيميا، قياديا، قيد فنيا، ماديا، تسويقيا، كل حاجه. شكرا يا عمر. بشكرك كابتن سيد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. كنا مع حضراتكم في سهره خاصه مع الكابتن سالم حفيظ مدير الكره بنادي الاهلي، وصلنا معاكم لختام سهرتنا، ونشوفكم دايما على 1000 مليون خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.